خلي ماسك، خلي ماسك تصور، بس خلي ماسك حتى الناس ما يعرفونه هكذا. حقيقي يعني من ناحيه اليوتيوب حتى الناس يعرفون، انا ما يعرفون احد، خلاص ماسك ما يعرفون. السلام عليكم استاذ، هي جايب تشوف الجبل، اذا جد تحرك باذن الله خلي الناس يشوفون هذا الجبل الان خلال دقيقتين يطير. شوف اخواني القران هو معجزه، شوف اختي جنت باذن الله تعالى تحرك ايها الجن. هذا الطب ما يعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن مثل الريح والعين مثل الريح والسحر مثل الريح. احنا الان في المانيا في دوتشلاند الله اعلم، شوف اختي جايه في تنزانيا باذن الله تعالى تحرك الان يطيب على مدى خلينا على ماسك حتى الناس ما يعرفون. ومنزل من القران ما شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا بإذن الله تعالى. إذا جن تحرك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إحنا نحترم حكومة الألمانية بالشكر الجزيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الجن مثل الريح ما يعرفون. بالمستشفيات العالم كله آلاف المرضى موجودين بس يعطون حبوب نفسي ينامون. سووا بالألماني. احنا الان نعالجهم في سبيل الله، مسلم مسيحي يهودي يزيدي الماني كلهم على راسي بدون مقابل. رجاء اعطوني مجال حتى افتح مستشفيات انقذ كل العالم، والمانيين على عيني على راسي. Der Chef wird alle behandeln, egal ob Muslim, Juden, Christen oder egal welche Religion. Der braucht eure Unterstützung, dass er hier Krankenhäuser öffnen kann. الجن الجن والسحر والعين والمرض بالعصاب ما يطع، لان نبينا محمد نبينا عيسى عليه السلام نبينا موسى عليه السلام يقول الجن مثل الريح والعين مثل الريح والسحر مثل الريح. الريح ما يطع بالعصاب، طب ما يعرف. يعني مثل الريح ريح، يعني الفرصان ما يعرف شنو هذا الجن والسحر والعين والمرض، طب ما يعرف بي. بس يطلعوا بنفسه ينامون مثل اصحاب الكهف. Solche Krankheiten sind Ärzte gar nicht bekannt. Das kriegt man nur durch den Koran. Das ist so, als würde man was sehen und trotzdem dieses Krankheit nicht anfassen können. الناس كلها آلاف المرضى، مئات المرضى نايمين بالمستشفيات الألمانية وأوروبية وأمريكية. أنا أعالجهم خلال خمس دقائق بدون مقابل في سبيل الله. Viele Patienten liegen im Krankenhäuser schon sehr sehr lange. Der Chef kriegt das innerhalb von 5 Minuten hin, inshallah. Jetzt wird der Jinn inshallah rauskommen. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول إن الجن يجي من ابن آدم مجردا. الجن يتحرك بالأعصاب الإنسان. In ungefähr der Übersetzung, der Prophet Muhammad alaihi wasallam hat gesagt, der Jinn bewegt sich in den Nerven. اخرج يا ايها الجن باذن الله، اخرج جوه الجن، الالماني تتكلم، حبيبي قصيدة جوه، اخرج يا ايها الجن، من يطلع علي يقول هسه يطلع باذن الله. الجن زول هوسكين بن الله بس ان شاء الله. اخرج يا ايها الجن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن هنا يتوقف، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شوف اخرج يا ايها الجن، مين المرة الثانية يسوي؟ اذا الجن باك يتحرك. الله اكبر. الله اكبر. مبروك لك. مبروك لك، قل لا اله الا الله محمد رسول الله. مره ثانيه سوي هكذا مثلي، شوف هكذا. اذا الجن باقي تحرك، اين الجن؟ واذا مريض فهو يشفيه. اللهم صل على محمد وعلى اله. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.